Yes. Number four, reworking. Number four, reworking. Reworking. That is reworking. Communications. Lekin, it's the most important step in accounting. It's the most important step in accounting. What? Disclosure. لا, disclosure. أنا لما درست المحاسبة ما كانش فيه disclosure. Disclosure ده لسه اللي صح ده صار في آخر 20 سنة. إنما the most important step in accounting is identifying. Identifying. Identifying يعني التحديد. هي دي الأكاونتنج. Identifying, measuring, recording and communication. And أنا بدأت مع حضراتكم بالcommunication. إزاي أعمل communicate مع الأزر؟ إن أنا بعمل publish للفاينانشال statements. بعمل publish لمين يا جماعة؟ أنا لما أمسك الجورنال وأقرأ الفاينانشال statement بتاعت أبو إيه للأسف ده هعرف أبو إيه السيلز بتاعتها كام؟ الأسس بتاعتها كام؟ الريسيفبل بتاعتها كام؟ صح؟ يبقى أنا بدأت مع حضراتكم بالكوميونيكيشن اللي أنا قلت لك الكونتنتس بتاع الإنكم ستيتمنت والبالانس شيت. النهارده إن شاء الله بإذن الله هنبدأ فيرست 3 ستيبس اللي هم ايدنتيفاينج ميجرينج أند ريكورد. طيب خدنا مع بعض كونسبتس ولا ما خدناش كونسبتس؟ خدنا كام كونسبت؟ هيستوريكال كوست كونفنشال واحد ما خدناش ماني ميجرمنت ولا كونسستنسي ولا جوين كونسيرن. اكتب من فضلك يا استاذ. يبقى ذا اذر كونسبتس ماني ميجرمنت جوين كونسيرن كونسبت going concern the concept. going concern the concept. Consistency concepts. Consistency concepts. Materiality, جاي من material. Materiality concepts. Materiality concepts. Materiality concepts. Substance over form. الجوهر قبل الشكل. Substance over form. Consistency concept. Consistency concept. When you say the word substance over. By the way, خلي بالك أنا مش هقول الكلام ده. لكن هتبدأ تاخد أول بقى هوم ورك معايا. خليك معايا. إنك سيادتك هتكتب على النت كده أو على جوجل accounting concepts تنزل لك. تعمل لي برنت اوت وتجيبه لان انا عندي حوالي 30 كونسبتس اديتك 4 5 6 كده يبقى انا عايز جزء من شغلنا انك هتجيب لي ايه الكونسبتس بتاعتنا ليه؟ دي هتلاقيها سهله قوي اكونتنج كونسبتس هتروح نازله لك المره الجايه ان شاء الله باذن الله باي ذا واي But the most important concept, الكونسبت اللي العالم محدش قدر يستغنى عنه اسمه double entry concept. يعني ايه double entry concept؟ النظر ايه تلقيد المصدر؟ اسمعني بقى كويس. النهارده يوم الفهم بليز. يعني حاول انت عارفين انا بحبكم تكتبوا معايا لكن انا عايز الفهم اكتر. يبقى النهارده اشرح دبل انتري كونسبت دبل انتري لسن وين ذا بي ار اي اف ولا بي ار اي اي اف حاجه زي كده معرفش يلا بينا يا مستر خليكم معايا
يبقى هل انا محتاج فور ذا بريف اكسبلينيشن فور ذا انتري شرح بسيط للقيد. ده بس مجرد بقول عشان تبقى عارف. هل انا محتاج الاوبننج بالانس شيت؟ الو انا محتاج الاوبننج بالانس شيت؟ لا خلاص. ناس كتير بتسالني بتقول لي هو لسه في حد بيشتغل محاسبه مانيوال؟ لان القانون في مصر الى الان معايا بيلزم كل الشركات حتى البنك الاهلي المصري انه يبقى عنده دفترين مانيوال. يبقى عنده كام دفتر مانيوال؟ اللي هم الدفترين دول. اول دفتر اسمه اسمه ايه؟ جنرال جورنال. والدفتر الثاني اسمه انفنتوري بوك. الدفتر الثاني اسمه ايه؟ انفنتوري بوك، يعني دفتر الجات. يبقى انا لو اشتغلت محاسب في اي حته وعايز اعمل له نظام حسابات اقول له عمي القانون بيقول لك لازم تسجل دفترين، لازم اسجلهم، اشيلهم من المكتبه واسجلهم. اول دفتر اسمه جنرال، ثاني دفتر اسمه انفنتوري. طب ازاي تسجلهم؟ ولا حاجه ولا حاجه. بصوا شباب، ايه ده بتاع دفتر اليوميه الصفحه الاولى؟ مش هو اول صفحه هنا ولا لا؟ وتكتب كده بخط ايدك الجميل، هذا هو الدفتر رقم واحد لشركه محاسبه واحد لتجاره الملابس، يتكون من 500 صفحه. يتكون من كام صفحه؟ 500 صفحه. في بتاعت المكتبه كده سريال سريال سريال. خلاص؟ تعمل نفس الكلام ده للانفنتوري بوك، تاخد الدفترين بكره الصبح على الشهر العقاري، سجل لي الدفترين دول يا فندم. مع السجل التجاري بتاع الشركه بيبدا الشهر العقاري يسجل لك. يعني ايه يسجل لك؟ ماشي اوكي؟ كل ورقه اكتمالك خدمه النسب، كل ورقه اكتمالك خدمه ايه؟ اصبح الدفتر ده دوكيومنتري، اصبح الدفتر ده ايه؟ يعني ايه دوكيومنتري؟ بتسجل. تمام كده؟ طب سؤال دوكيومنتري يعني تسجل. طب سؤال، هل الكلام ده بس في مصر؟ وده يعتبر يعني انسيفلايد؟ لا. القانون الفيدرالي في اغنى بلد يلزم كل بنك في امريكا انه لازم يبقى عنده مانيوال بوكس. عنده ايه؟ علشان لو حصل حاجه في الكمبيوتر سيستمز دي فلوس ناس ولا لا؟ يبقى الموضوع مكتوب ولا لا؟ خلاص اتفقنا؟ ماشي خلاص. ده كان واحد بهدل مع الشاطر. محمد ايه؟ محمد سيد. بقول لك يا محمد سيد محمد، خليكم مع محمد سيد محمد. الساعة 8 الصبح الكاش كان فيها 10,000، كان فيها كام؟ 10,000. دلوقتي 8 إلا 5 المساء. خلال 12 ساعة دي يا محمد I received from account receivable 5,500 and paid to account payable 1,300 and I paid rent 700 and paid salaries 1,300. How much in cash؟ اللي بيقول لك سيبها احب انت مكسبيها تعالي. اسمك ايه؟ ها؟ مريم طارق. مريم انا عندي كاش كام يا جماعه؟ ده الساعه 8 الصبح مش حصل ترانزاكشنز ولا عارفين كلمه ترانزاكشنز ولا لا؟ حصل ترانزاكشن مش كده ولا لا؟ يا مريم طارق I received from account receivable 7,300 and I paid to account payable 1,350 and I paid rent 7,000 and I paid salaries 1,200 and I paid kebab and dukofta mitini. How much is it? جماعة استحالة إن هي تعرف. استحالة. هفضل كل شوية قال لي لا. قال لي لازم يبقى عندي دفتر يديني الكلام ده. وبعدين ما عندناش حاجه في الاكونتنج اسمها هاو ماتش ان كاش. هاو ماتش دي بتاعت الماثيماتكس، انما احنا في الاكونتنج نقول وات از ذا بالانس. وات از ذا ايه؟ وات از ذا ايه؟ يبقى انا ما عنديش في الاكونتنج حاجه اسمها اسمها هاو ماتش، انما في عندي حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها ايه؟ فانا محتاج انذر بوك، دفتر تاني يديني مين؟ وبعدين انا بتكلم على الكاش، ده انت هيبقى عندك بالانسز ولا مش بالانسز؟ ايه الدفتر الثاني اللي بيديني البالانسز؟ اسمه دفتر الاستاذ العام جنرال ليدجر.
اسمه ايه يا جماعه؟ ايه موضوع الجيرال؟ فين الداتا؟ ايه موضوع الجيرال ليتشر؟ ملك تاني؟ ليتشر واضحه يا جماعه؟ ال اي دي جي اي ار ليتشر. تمام؟ جنرال ايه؟ يور اتنشن بليز. ايه موضوع الجنرال ليتشر؟ برضه كان برضه واحد من زميلكم برضه بيتسال في الانترفيو قال له ايه الفرق ما بين دفتر اليوميه ودفتر الاستاذ؟ دفتر الاستاذ ده بيعمل كل رسام على كده. وان وورد كلمه واحده. ان دفتر الاستاذ فيه مين؟ في مين؟ في بالانس تو باي كامس ولا في عصير حسابات ولا لا؟ لكن هل الجورنال فيه؟ لا. خليك معايا. ايه بقى اللي في الجورنال ليتشر دوت؟ اولا الجنرال ليتشر ده فيه سيبريتد شيت فور ايتش اكونت. سيبريتد شيت فور ايتش ايه؟ يبقى كل حساب من دول صفحه مسطره. تمام كده خلاص؟ في له شكلين، شكل بناخده في ليفل 2 وشكل بناخده في ليفل 1. اللي بناخده في ليفل 1 شكل اسمه تي اكونت. اسمه ايه؟ تي اكونت. ها اسمه ايه؟ تي اكونت. طب تعالى نعمله التي اكونت بتاع الجنرال ليتشر. بليز ما حدش يكتب. هنا هكتب ديت وهنا هكتب ديت. زي ما انت عايز، عايز تكتب ديسكريبشن ماشي. عايز تكتب ديتيلز ماشي. عايز تكتب ايتم ماشي، مفيش فرق عندهم. وبعدين بدل ما اكتب الكلمة الصعبة اللي شايفين ايه الكلمة دي؟ هكتبها مختصرة. بي ار. بي ار. وهنا اكتب ديبت وهنا اكتب اي سؤال؟ اي سؤال؟ بص يا حاضر خلاص خليك معايا. انا بتشتغل صح؟ لو انا زرت زميلتنا في شركتها وقلت لها بليز ممكن تجيب لي الجنرال ليدجر؟ هتجيب لي الجنرال ليدجر. هفتح الجنرال ليدجر هلاقيها اول صفحه عامله اندكس. عامله ايه؟ كاتبه مثلا بيلدنج صفحه 1، كاش صفحه 50، سيلز صفحه 80. معايا؟ رنت اكسبنس صفحه 2 صح ولا لا؟ لو انا زرت زميلنا اللي ورا ده وقلت له هات لي الليتشر هيجيب لي الليتشر. برضه اول صفحه الاقي اندكس ولا مش الاقي اندكس؟ هل الاندكس بتاع زميلتنا زي زميلنا؟ رد عليا. حضرتك بتشتغل مش كده؟ ايوه. بشتغلش. طيب مين هنا بيشتغل في الفرقه هنا؟ لو انا زرت برضه زميلنا هلاقي عنده ليتشر ولا لا؟ هل الاقي الاندكس ده زي ده؟ صح الكلام ولا لا؟ لكن اللي عمل كده قالوا لا. لا كان لازم الاندكس يبقى واحد. اه احنا مش هنعمل الاندكس. ده هم اللي بيقولوا. هنعمل حاجه اسمها شارتس اوف اكونتس. شارتس اوف اكونتس. يعني ايه شارتس اوف اكونتس؟ زي ما انت عارف. دليل المحاسبي ماشي. شجره الحسابات ماشي. ارقام الحسابات ماشي. زي ما انت عايز. لسه خليك معايا. مفيش ولا كمبيوتر سيستم في العالم مهما كان متقدم في اليابان في المانيا في امريكا قدر يستغنى عن مين؟ اساس حياتنا اور هارت وباك جراوند. خليك معايا. طب الامريكان ايه حكايه الشخص وباك جراوند؟ هي الحسابات كم مجموعه؟ خلاص انت كده ليه خدت درجه البارتيسيبيشن بتاعت الكورس؟ ما تجاوبش انا شاطر. سامعني الراجل ورا؟ طيب. لا الحسابات مش انا مش عارف الحسابات؟ كم مجموعه الحسابات؟ طيب. خمسه اللي هم خمسه. قال لي الحسابات خمسه. ايه هم؟ اسيتس اسيتس وليابيلتيز واونرز ايكويتي وانكم واكسبنس وايه؟ بما فيهم حضرتك هات لي حساب يخرج بره الخمسه. صح؟ عشان كده مادتنا سهله ولا لا؟ يا
تبقى asset liability ولا equity income وايه؟ دي بس قالوا ايه؟ قالوا لما هنيجي نعمل arrangement للليجر مش احنا بنرتب الليجر بتاعنا ولا لا؟ هندي الاسيتس من 1 الى 20 يبقى من صفحة 1 الى صفحة كام؟ 20 وندي الليابيلتيز من 21 الى 30 والاونرز ايكويتي من 31 الى 40 والانكم من 41 الى 50 والاكسبنس من 51 الى اوبن مفتوح مش فاهم خليك معايا انت كل ده عشان تعمل الشرح بتاعك هنيجي على اول صفحه وندي اول اسس وندي مين؟ اول اسس مين اول اسس عندي؟ كاش يبقى الكاش هديها شرط نمبر 1 شرط نمبر 1 شرط نمبر 1 كل الشركات الامريكيه كاش شرط نمبر 1 صفحه الدين هديها لمين؟ انا مش شايف البورد اكونت ايه؟ صفحه 3 فيكتوريا صفحه 4 ها؟ صفحه 5 لا يا خواجه لا يا خواجه تمشي بقى لغايه صفحه 1 20 وتبدا تدي اكونت بيبل اول حاجه اكونت بيبل ولا اوفر درافت؟ صفحه 21 صفحه 22 صفحه 23 تمشي بقى لغايه صفحه كام؟ واحدة دي عشان تدي مين؟ عشان تدي مين؟ تمام كده خلاص ماشي خلاص طول ما احنا شغالين مع بعض هنشتغل طول ما احنا شغالين مع بعض هنشتغل بالشرطز دي هنشتغل بايه؟ تمام كده اوكي هي بسيطة واخد بالك ولكن انا محددها ليه؟ عشان اثناء الشرح ان شاء الله لسه بقى اذا كان ليا عم هتجيب كورسات تانية انا اسالك اتفضل هتدي الاكونت ده شرط نمبر كام؟ اللي هتجيله سؤال شرط نمبر 17 شرط نمبر كام؟ يبقى حضرتك كده هتحطه في اي مجموعه؟ وتقفله اخر السنه في ايه؟ تقفله اخر السنه هم الثلاثه اللي في الاول دول الاكونتس بتوع مين؟ والاثنين الاخر يبقى 17 هتوديه؟ لا احنا الاول تقفله 44 قال عنده 10 اكونت اللي هي ريسيبو سؤال 10 ليمنتس اللي لازم ادينا كام رقم؟ 10 ادينا كام رقم؟ 10 لا كده ولا تزعل ادي الاسس من 1 الى 10,000 من 1 من 1 الى 50,000 من 1 الى ايه؟ 50,000 وادي الليمنتس من 51 من 51,000 من 50 51 50,000 الى 100,000 الى 100,000 ودي الاونرز ايكويتي من 100,000 1 الى 150,000 الى 1 ايه؟ 50,000 ودي بعد كده الانكم من 150 150,000 الى 300,000 معايا يا جماعه ولا لا؟ لازم تمشي في الامريكان سيستم اسيت لايبيليتي اونر ايكويتي انكم اند خلي بالكم النهارده المحاسبين في الشركات ما بيسجلوش كل شغلهم داتا انتري يديله شويه فواتير قد كده خلاص ماشي وده طبعا بيخليك انك انت السكيلز بتاعتك بتقل في الاكونت واللي اكتر من كده ما بقيناش نتكلم باسم الحسابات اقول له من فضلك اديني رصيد حساب 45115 عارفين الحساب ده رقم مثلا بتاع الصوان بصوا فاهمين يا جماعه الكلام ولا لا؟ لان احنا اعتمدنا على ايه؟ اعتمدنا على ايه؟ شعب اعتمدنا على ايه؟ طيب هو انا لما باخد اليوميه واودي الاستاذ بالعربي اسمها ايه؟ اسمها ترحيل مش كده؟ بالانجلش اسمها بوستنج بالانجلش اسمها ايه؟ بوستنج ها بالانجلش اسمها ايه؟ بوستنج ها ما انت عايزه ايه؟ اللي واحد منهم عايز حاجة؟ عايز حاجة؟ ممكن بقى تتعلم مني بوستنج؟ الو؟ الو ممكن تتعلم مني بوستنج؟
اكاونت عندك عامل له بوستنج اللي هو مين؟ كاش. كاش. كاش هنا ديبت ولا كريدت؟ ديبت. ها؟ كاش هنا ايه؟ ديبت. اجي هنا في الاول واكتب اسم الحساب اللي هو مين؟ كاش. اسم الحساب اللي هو مين؟ كاش. واكتب جنب منه الشرط. شرط نمبر كام؟ 1. 1. ماشي. هبدا اعمل ايه قلنا؟ بوستنج. هبدا اعمل ايه؟ بوستنج. اجمع يا مستر، هبدا اعمل ايه؟ بوستنج. الكاش هنا ايه قلنا؟ ديبت. الكاش هنا ايه؟ ديبت. الكاش هنا ايه؟ ديبت. اروح حاطط ايدي على؟ ديبت. اروح حاطط ايدي على؟ ديبت. واكتب زي العربي باليمين للشمال 10,000. كام ثاوزن؟ كام ثاوزن؟ 10,000. ده عباره عن الرصيد الافتتاحي ولا لا؟ ده بيحصل مره واحده. يبقى هنا اكتب بالانس. هنا اكتب ايه يا جماعه؟ بالانس. هنا اكتب ايه؟ بالانس. النهارده كام؟ سوري. صح كلامي ولا لا؟ فاضل مين اللي ما كتبتهاش؟ فاضل مين؟ ها فاضل مين؟ تاني يبقى الكاش ديبت بكام؟ جبت ده اوبن البالانس ولا مش بالانس؟ يوم 8/5 ولا لا؟ جبت الكلام ده منين؟ جبته منين؟ الله طب والجورنال ده له صفحه؟ ده انت قلت هتسلسلها مش قلنا هتسلسل صفحه كام؟ واحد هكتب بسم الله الرحمن الرحيم اثنين حارس مورد ثلاثه حاول يا رب الشركه تنجح هديها شارك نمبر كام؟ سوق صفحه رقم كام؟ انا عايز اقول لك ايه؟ انت حر. الجورنال انت حر. لكن هل اقدر اعمل الكلام ده في الليتشر؟ ترد عليا؟ هرجع تاني، يبقى انا لما بعمل بوستنج كتبت كام هنا يا جماعه؟ جبت الكلام ده منين؟ الجورنال جي 4، يعني ايه جي 4؟ يعني جورنال صفحه؟ 4. جورنال صفحه؟ 4. هات شغلك كده خلص؟ لا. معايا ايه اللي يثبت انك انت عملت بوستنج؟ عشان مجموعه الصبح كانوا بينسوا الحته دي انك تيجي تاني قدام الكاش وتكتب ايه؟ يبقى معنى كده ان انت عملت بوستنج للكاش شرط نمبر؟ يبقى انا كده عملت خليك معايا يبقى في دفتر اليوميه كتبت رقم صفحه الاستاذ وفي صفحه وفي دفتر الاستاذ كتبت رقم صفحه اليوميه يبقى انا عملت لينك ما بين الدفترين ولا لا؟ أقولها تاني؟ أقولها تاني؟ واضحة؟ بس في حاجة قبل ما أسيبكم بقى تشتغلوا دلوقتي افرض إن صفحة الكاش اللي هي صفحة اللي هي شارت نمبر كام؟ 1 خلصت فأنت هتكمل الكاش في صفحة تانية يديها شارت نمبر كام؟ 21 ها ها يا جماعة ها لو سمحت صفحة الجنرال اللي خلصت دلوقتي انت في الليجر اهو مش ده الليجر كاش كام؟ 1 خلصت صفحة 1 هتكمل في صفحة تانية كاش برضه اديها كام شرط؟ 1 برضه 1 ايه؟ لأن يا جماعة خلي بالك ده مش رقم ده شرط معايا في فرق ما بين شرط ورقم يبقى الكاش صفحة خلصت ننقل الصفحة التانية شرط 1 الصفحة التالتة شرط 1 معايا يا جماعه 10 صفحات كلها شارت نمبر كام؟ 1 انت انت مش هتجيب الرصيد صح الكلام ولا لا؟ يبقى ده كده شارت نمبر كام؟ 1 من فضلك ده تكتب خلاص اعمل لي بوستنج للست حسابات اللي فاضلين دول عندك بس مفيش داعي تاخد مسافه كبيره يعني انت بس سيب الكاش لوحده يعني خلي الكاش صفحه لوحدها حاجه نعمل بوستنج بعد كده الحساب اللي بعده اللي هو مين؟ اكونت ايه؟ واكتب هنا يلا اهو شهر سي تتحفظ بنشبكش
جورنال من الاثنين ما بتشبكش تمام هنا مين تاني هنا تمام تمام اكسلنس هنا خلص ولا لسه نقطع Thank you.
مين هنا؟ Stop writing. خليكم معايا. طبعا انت هتاخد النهارده هوم وورك. خلاص بقى انتهى زمن الامس. كل الوقت يا ريت الهوم وورك وانت ماشي. فاكر الهوم وورك عايزك تعمله بكل دقه. بص انا خطي مش حلو. دي من عند الله. لكن بص ارقامي. لاني اتعودت من صغري اعمل ريكوردنج. فانا عايزك الهوم وورك تعمله. اذا كنت ممنوع طبعا الشطر والكوريكتور معايا ماشي اوكي. اذا لقيت نفسك انك انت في عندك مشكله اشتغل بالبنسل انا او القلم الرصاص ما بيسيبش مع رجلي شغال بيه دايما ممكن تشتغل بالترايس فاهمين يا جماعه الكلام ولا لا؟ تكتب عليه اسمك وتجيبه في بلاستيك او تدبسه ماشي خلاص اوكي وجيبه لي ان شاء الله معاك يوم الايه؟ يوم الترايس. يعني انا شفت دلوقتي على الرغم ان احنا شغالين كلاس 4 ناس عملت بالالوان وبتاع احنا مشكلتنا في حياتنا ان الناس ما بيقدروش شغلنا. يعني اوعى تفتكر ان انت هتشتغل مع رئيس مجلس اداره خريج تجاره محاسبه، لا ليه خريج هندسه، خريج صيدله، خريج طب، خريج زراعه. تقول لك ايه يا عم شغلكم ده شغلكم ده انا اعمله لك مش عارف ايه. لان هو ما عندوش فكره عن اكاونتنج. ماشي؟ فبالتالي انت لما تعرض عليه تقارير يهمني التقارير تبقى معروضه بطريقه جميله. اي سؤال؟ نعم. نكمل شغلنا بس. خلاص؟ زي ما قلت كنت بسأل مين أنا لما كنت بسأل على البالانس. كنت بلخبطها مين ولا كنت بلخبطه مين؟ مين؟ مين هنا؟ بقى علينا محمد تقريبا. هنبدأ بقى نكمل الكلام ده. كان الساعة 8 الصبح بدأت بقى الشركة تعمل ترانزاكشنز. محمد مساع هو ده ولا اللي ورا؟ ده اللي تحت. خليكم معايا بقى. هنبدا بقى الشركه تشتغل بقى تعمل ترانزاكشنز. دلوقتي خليكم معايا. My activity is laundry. My activity is ايه؟ يعني ايه laundry؟ او laundry؟ مغسلة. My activity is ايه؟ ده كده ده سيرفيس ولا تريدنج ولا مانيفاكتور؟ هنبدا بقى نحل مع بعض ترانزاكشنز هنمشي بالدور حتى لو ما خلصناش المجموعه النهارده هنكملها الاسبوع المحاضرة اللي جاية. لا خليك معايا. كل المطلوب منك انك انت بتسمع الترانزاكشن بتقول لي مين ديبت ومين ايه؟ مين ديبت ومين؟ معايا يا جماعة مين ديبت ومين؟ وبعدين نعمل بوست وبعدين نعمل ايه؟ حضرتك ايوه خلينا مع زميلنا receiving cash 50,000 from the owner for increasing his capital. Receiving cash 50,000 from the owner for increasing his capital. الساعة 8:05 جه الاونر قال لك انت المحاسب ايوه خد 50,000 increasing my capital. ايوه مين ديبت ومين كريدت؟ كاش ديبت لا اللي بساله بس ديبت كاش كريدت الكابيتال ديبت كاش وكريدت كابيتال ديبت كاش وكريدت كابيتال 50,000 50,000
كده هعمل بوستنج لجمع اكاونت. ردوا عليا. مين ومين؟ كاش والكاب. هنا كام هنا؟ كابيتال شارت نمبر كام؟ هل كان ناس الشارت، شارت نمبر كام؟ دي ايتم بوست ريفرنس دي ايتم بوست ريفرنس. خليكم معايا يا جماعه بس. اعمل بوستنج. تقريبا الكابيتال كان فيه كام؟ 150,000؟ الكابيتال كان فيه كام؟ 150,000. ده كان جي 4 بالانس. ده كان عباره عن بالانس 8 مش كده؟ 8. الو الو. هعمل بوستنج امريكا. اعمل بوستنج ايه؟ هنا الكاش ديبت ولا كريدت؟ هكاش؟ اروح على التيك توك اكتب هنا 57. اكتب هنا كام؟ جبت الكلام ده منين؟ نفس التاريخ ولا لا؟ يبقى الامريكان ما بيكتبوش خانه في حاجه في البيان. ما بيكتبوش حاجه فين؟ هل كتبت حاجه في الديتيلز؟ طب انا محتاج مور انفورميشن. ارجع الى جورنال صفحه. اعمل بوستنج للكابتن. هعمل بوستنج ليه؟ هعمل بوستنج كابيتال ديبت ولا كريدت؟ ها؟ اروح على الكريدت واكتب 57. جبت الكلام ده منين؟ خلصت. لكن البريتش اللي احنا خدنا منهم المحاسبه بيختلف عن الكلام ده، فهعمله بس بريتش عشان الغلط بسبب حول لحضرتك. هنعمل بقى بوستنج بريتش، مش هنشتغله تاني الا وان شاء الله اذا كان لنا عمري اكاونتنج 2، انما هنشتغل بريتش بس عشان حاجه عايز اقولها لحضرتك. هنا كاش ديبت ولا كريدت؟ يبقى هاجي على الديبت واكتب كام؟ جبت الكلام ده منين؟ اجي هنا واكتب ايه؟ 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 حد قال كلمه لا تغتفر. اكتب هنا ايه؟ اكتب هنا ايه؟ طيب انا عايز انك انت عندك الابيليتي تو ريد ذا انتري فروم ذا جورنال اس سيم اس ليدجر فروم ذا جورنال اس سيم اس ايه؟ ليه؟ لان انظمه الكمبيوتر استغنت عن الجورنال شغاله فقط مين؟ طب تعالى نقرا من فضلك. هنا كاش مالها؟ كام؟ مين اللي كريدت؟ مين اللي كريدت؟ نقراها كده مع بعض. هنا دي دي مالها؟ بكام؟ مين اللي كريدت؟ نفس اللي انا قلته ولا لا؟ طب تعالى نعمل بوستنج. ده البريتش، ده البريتش. تعالى نعمل بوستنج لمين؟ كابيتال ديبت ولا كريدت؟ كتبت هنا كام؟ وهنا وهنا اكتب ايه؟ كاش. ها؟ كاش. تمام؟ كاش. كاش. عايز اعرف نفس الكلام ده، تبت كاش كريدت كابيتال ب 50 ولا لا؟ هنا مين ده؟ ماله؟ بكام؟ مين اللي ديبت؟ كاش. اكتب بسرعه عشان همسح الكلام. عايز ايه؟ كلنا كنا بنسجل كده. تمام ولا هو الكلام ده غلط؟ لا بريتش. تمام. انا في بدايه حياتي انت عندك كام سنه؟ 22. انا ايام كان عندي 27 كنت شغال محاسب في واشنطن دي سي في شركه صاحبها اسكتلندي في امريكا، قلب امريكا، قال لي امسك لي الحسابات بالطريقه الانجليزي. اقول له انا ما اعرفش اصل الكليه قالوا لي لا. كان 200 دولار في الشهر. Thank you.
وصلنا خلاص امشي خلاص ننسى الكلام ده طيب في حاجه او همسح ده بس مين اللي معايا اللي عليه الدور على طول ماشي يا جماعه لان هنكمل المره الجايه اذا كان ليه عمر يلا مستر احنا قلنا ما الاكتيفيتيز ايه يا جماعه بوت نيو واشنج ماشين فروم مودرن ماشينري كومباني اون اكونت سوري بوت نيو واشنج ماشين فروم مودرن ماشينري كومباني اون اكونت يعني اون اكونت بتويني تو ساوث ايوه مين ديري بقى الكريدت الكاش انا يا ابني ده وجع والله مش مركب هو بس بوت نيو واشنج ماشين فروم مودرن ماشينري كومباني اون اكونت يعني اون اكونت بتويني تو ساوث يلا على مهلك تبقى على الاب العقل تم شراء آلة جديدة من شركة الآلات الحديثة على الحساب بمبلغ 22,000 جنيه مصري لا غير. حساب الآلات؟ قال لي ديبت ماشين. ديبت بتوين بنسى. حساب مين كريدت؟ المورد. لا بس خلي بالك أنا مش هشتري منه باستمرار ده هي مرة. يبقى أحسن أقول إيه؟ مودرن ماشينري كامبل. انا جبت غلطه لا تحتفظ انا ما نزلتش الشارتس ده انت لو غلطت فيها مش هسامحك هنا 2 3 4 21 22 21 هنا مين اللي اشتغل معايا ده؟ كاش كاش كام؟ 1 كابيتال بس 1 نروح بقى لصديقنا ايوه ماشيين كام؟ 5 5 مودرن ماشينري كامبل هو بس بص يا ابني هم خمسه اسيتس لايبريت اونر ايكويتي انكم اكسبنس مودرن ماشين كومباني يعني واحده من خمسه اسيتس اونر ايكويتي يعني كده الشرط كام؟ برافو هل يا جماعه اعمل بوستنج للكاش؟ خلي بالك انا شغال على الكاش بس انما انت المفروض هتعمل كله معايا؟ تمام؟ اي سؤال؟ مين عليه الدور؟ متفقين انهي الاول ده ولا ده؟ لا ده شغال اللي ورا هو تاني مين عليه؟ مين يسألني؟ يا جماعه لو سمحتوا انا نشاطي ايه؟ لندري سيرفيس ولا مش سيرفيس؟ هل انا هبيع غسالات؟ لو انا هبيع غسالات لو كانت يبقى ده اكونت بيبل انما ده هتعامل معاه مره وخلاص مش كده ولا لا؟ فبكتب اسمه. فاهم يا عشان الشنطه. اي سؤال؟ اوكي؟ دلوقتي الصفحه خلصت ولا لا؟ المفروض لما الصفحه تخلص ان حضرتك بتجمع وتكتب بالعربي ما ايه؟ ما قبله؟ ما بعده. ما بعده؟ ما قبل ولا ما بعد؟ حتى كمان صار في الزمان والمكان. حرك ولا تتكلم جد. ما هي يا جماعة؟ اسمها كانت فورورد. كانت فورورد يعني ما بعد. اللي جاي بقى من قبل. اللي جاي مع قبل صفحة كام اللي جاي؟ الو؟ طيب بيج كام؟ طيب في مش حد مش حافظ زوالته؟ ما هي ولا بقى؟
هنبدا ما قبله ولا لا؟ ما قبله عارف فيرب سوري فيرب برينج برود فورورد امشي خلاص مين معايا مين اللي عليه دور حضرتك Received the cash 3700 from Hotel Ramada. Rada اللي هنجاوبها. Received the cash 3700 from Hotel Ramada. تفتكر Hotel Ramada ده بيمثل لي ايه؟ Customer ولا Supplier؟ يعني Account؟ Account؟ يقول لك ايه؟ Received the cash 3700 from Hotel Ramada in full payment of each account. الفول عارف فول يعني ايه؟ كامل بيمنت وايت اكونت يعني كامل حساب يا عربات اتصل بيا يا نمبري عايز كام مني قلت له 3700 تعال معايا فوق ريسيفت كاس 3700 روبوت رمادا الفول بيمنت وايت اكونت يوم 9/5 ايوه يا رمادا ديبت كاش 3700 Account ايه؟ Account receipt لازم اكتب between practice hotel رمضان لازم اكتب ايه؟ لان بعد شويه هيجيني hotel هيلتون معايا؟ يبقى hotel ايه؟ رمضان رمضان هعمل بوستنج للكاش كاش ديبت ولا كريدت؟ يعني احط هنا؟ هنا يا رمضان؟ يعني هنا؟ من فين؟ هنا أكد 3000 وكام؟ جبت الكلام ده منين؟ يوم كام؟ بعد كده ارجع قدام الكاش اكتب كام يا جماعه؟ انا ارضى والاكونت ريسيبل ها؟ لا لا تقريبا الاكونت ريسيبل ده انا ارضى فندق السعاده في محطه مصر مصر سته ماشي حضرتك مستر اللي سالته خلاص يبقى عارف ان عشان المره الجايه ما يتسالش. يبقى قلنا بقى ريسيت كاش 3000 فروم مودر. بيت كاش 2000 تو مودر ماشينري كمباني. بيت كاش 2000 تو مودر ماشينري كمباني. كاش ديبت؟ ها؟ كاش ديبت؟ مودر لا لو سمحت بس. لا شغال من الساعه 9. فيعني يا دوبك كده ايه؟ اللمبه الحمراء عماله تنور. بص خضار سلطة عايزة بنزين ركز معايا بليز بيت كاش 2000 تو موديل ماشينري كمباني ايوه موديل ماشينري كمباني ديبت ولا كريدت؟ كريدت ماشين كريدت بص 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 اولا مش عايز فلوس ديبت ولا كريدت؟ اتنين على مهلك واعمل اناليسيس للانتري تخيل ايه اللي حصل معايا تخيل ايه اللي حصل اللي حصل ان احنا الناس دي شايلين منها مكنه ب 22000 فلازم نديها مبلغ. رحت فاتح الخزنه واخد 2000 بعتهم لموديل ماشينري كومبني. مين التيكر؟ طول مش هتشتغل تيكر وجيبر هتتعب في الاكونت. مين التيكر؟ مين التيكر؟ موديل بس يبقى هنا ديبت موديل ماشينري كومبني 2000 مين الكريدت؟ كاش كاش برافو كاش صعبه دي يا جماعه اعمل بوستنج لمين؟ انا بس شغال على الكاش انتوا مشغولين عندي الكتابه انا شغال على الكاش انما انت هتعمل كل الحسابات ولا لا؟ الكاش ديبت ولا كريدت؟ فين الكريدت؟ 2000 صح كده يا جماعه؟ واكتب هنا بوست ريفرنس شيك كام؟ وهنا يوم كام؟ واكتب هنا كام؟ ها؟
الو الراجل معايا سبني واحد ومودرن ماشينا اللي كان بنات شرط نمبر كام مين عايزني انت بينادي على ايه هو انا انا ترى لما بين الديبت والكريدت بس كاتيكا وكاتيكا متعود يعني انت اتعلمت في الكليه ان الوصول متينه زياده الوصول متينه ناصر تمام مستعود عليه اوكي وصلنا لغايه فين خلاص بالنسبه للانسات ابعد حد ساكن فين حرم بيه مين تاني ها ابراهيم فيها بعد من كده لا اسمه احنا جنبينا وصلنا لغايه فين استنى بس ان انا بجيب ده من لا انا نسيتها مثلا او هي السيلز اسيتس
لا مفيش بس ايه؟ هما خمسة اسيت لايبيلتي اونر ايكويتي انكم اكسبنس الاهداف سيلز انكم ولا مش انكم؟ افورت شوية واعمل بوستنج هنا الكاش 10 300 تقول ايه؟ اي سؤال؟ تمام؟ هي مع زميلتنا وقالت ايه؟ لا خدود بس الوالد اللي مع خدود سيلز اوف لوندري سيرفيس سيلز اوف لوندري سيرفيس سيلز اوف لوندري سيرفيس اون اكونت تو هوتيل شيراتون 44,000 نقولها تاني سيلز اوف لوندري سيرفيس اون اكونت يعني ايه يا جماعه اون اكونت تو هوتيل شيراتون 44,000 اتفضل سيلز اوف لوندري سيرفيس اون اكاونت عايز بالعربي زيه قيمه المبيعات الاجله للمغسله 44,000 لغوت الشيرتون غوت الشيرتون يا ربي برافو ديبت كريدت اللي جنبها صح مش هي بايعه خدمتها لوتر شيرتون على الحساب يبقى من حساب المدينين لوتر شيرتون 44 سيلز برافو ستوب رايتنج خليكم معايا يا جماعه مع زمايلنا طيب خلود وزميلتنا اللي جنب منها لوتر شيرتون هتديها شرط كام؟ طيب بصوا يا جماعه انا بشرح بس هم اللي هيجاوبوا ده كاش سيلز ده ايه؟ انما ده كريدت سيلز ده لان هم باعوا الحساب فادينا للكاش سيلز 41 ندي للسيلز هنا كام؟ 41 برضه لان انا بستخدم الاكرول كونسيبت ما هل انا لما شرحت لك الانكم ستيتمنت قلت لك قسم الكاش سيلز لوحدها والكريدت سيلز ولا كله سيلز؟ يبقى سواء انها كاش سيلز او كريدت سيلز بتاخد شرط كام؟ بتاخد شرط كام؟ فين الفورتشوان دي اهو دي اه لا دي مالهاش علاقه بس كاش صح كده؟ تمام ماشي اه مين عايزني؟ تمام حضرتك بقى ايوه انت كل ما اقول لواحد انا مره هنا ومره هنا ايوه طيب بيد رنت 6000 كاش يلا عم حاجه سريعه كده يلا بيد رنت 6000 كاش بيد رنت فور زار ذا بيلدينج 6000 كاش هو الاكسبنس هيبقى اني اكسبنس اني اكسبنس يبقى رنت اكسبنس 6000 كريدت ها كاش كاش شرط الكاش هيبقى شرط 1 1 رنت رنت لا بيفتي وانا حجزين انا واحد وسط اي سؤال طب ليه انه حضرتك جاي بتاعت الوسط او وسط حضرتك جاي حضرتك جاي مش جاي استاذ رايك فين؟ تمام كده؟ خلاص كده انا خلصت شغلي في الجورنال انا هنا بقى الليجر بيديني ايه؟ الليجر بيديني ايه؟ اكتب معايا بقى هاو تو بالانس ذا اكونت هاو تو بالانس ذا اكونت
يعني ايه هاو تو بالانس ذا اكونت؟ يعني ايه هاو تو بالانس ذا اكونت؟ هاو تو بالانس ذا اكونت، كيف ترصد الحساب؟ واحد اد اد ذا تو سايدز، اد ذا تو سايدز. الناس اللي بتتداول، يعني انت عايز تقنعني 9 على 5 هتنعم؟ طب انا حاجز 30 تذكره في سان ستيفانو سينمات سان ستيفانو، هتنام؟ يو نمبر 1 نمبر 1 اد ذا تو سايدز، اد ذا ايه؟ اهو عامل لكم مثال اهل معانا جنبينا اهو. هنا 60 63 64 74 وهنا كام 1000؟ لا بس انا ما عملتش بالانس، ما عملتش الرينت، مش في رينت؟ ها؟ يبقى انا جمعت الكابتن ولا لا؟ يبقى اول حاجه اد ذا تو سايدز، اد ذا ايه؟ فايند ذا ديفرنس. يعني ايه فايند ذا ديفرنس؟ لازم فايند ذا ديفرنس. طب 6 74 من 8 يديني 66، يديني كام؟ يبقى فايند ذا ديفرنس، فايند ذا يبقى اد ذا تو سايدز خلاص؟ فايند ذا ديفرنس خلاص؟ ستوب رايتنج. يقول لك بقى ايه؟ بص put the difference in bigger side. put the difference in ايه؟ bigger. 74 ولا 8؟ put the difference in ايه؟ حطها في المدخله الفاضيه دي 66. يبقى put the difference in ايه؟ كده اصبحت مين؟ ردوا عليا مالها؟ بكام؟ لا رصيد مرحل ولا رصيد منبوب ولا كان بالعكس. هو غلط؟ هي غلط؟ رد عليا ما تعرفش ازاي؟ ما ازاي ما تعرفش؟ ازاي؟ اهو جمعنا الجنبين. مين الجانب الاكبر؟ هات الفرق، الفرق اللي هو كام؟ حط الفرق في الجانب الاكبر. يبقى كده كاش ديبت ب 66. ثانك يو امير. اي سؤال؟ نعم. انا قلت غلط. يا ابني انا قلت غلط. انا يعني هو انت لو سمحت. يعني هو انت صعب عليك انك انت تعرف طريقين؟ انا قلت غلط. بريتش. ممكن خالف ثواني خالص. نكمل تاني. قال زي ايه؟ قال زي ايه؟ فايند ذا فرق ما بينهم 66. حط الفرق في الجانب الكبير مباشرة. يبقى الكاش ليفل ب 66. مين كان بيسألني كده؟ نعم. المفروض ان الخزين يبقوا ايكوال لبعض. ده الترصيد الانجليزي. ده الانجليزي، ده الامريكاني. امريكي، امريكي سيستم امريكي عندنا. لكن عندي سيستم انجليزي ان شاء الله في الاسبوع. نعم. كنت انا عندي برنامج شغال بيظهر لي في مثلا في الكريدت 66 بعد كده يكتب لي كلوزنج بالانس في الديبت 66. المهم تبقى فاهم الدنيا مش تمام كده. ممكن بقى تخليك معايا. تخليك معايا. سليم سحاب. قول اسيتس ار يميني ديبت شمالي كريدت. اصحى معايا. قول اسيتس ار الو قول لايبيليتيز قول اونرز ايكويتي قول انكم ايش معني قول انكم قول اكسبنس لا مش عاجبني تاني قول اسيتس ار قول لايبيليتيز قول اونر ايكويتي قول انكم قول اكسبنس الانكريز نفس النيتشر الانكريز نفس النيتشر والديكريز العكس يعني قول اسيتس ار قول اسيتس ار انكريز ان اسيتس انكريز ان اسيتس قول لايبيليتيز انكريز ان لايبيليتيز ديكريز ان لايبيليتيز قول اونر ايكويتي انكريز ان اونر ايكويتي ديكريز ان اونر ايكويتي ها قول انكم increase in income قول اكسبنس increase in اكسبنس مش ده اللي خدته في الكليه؟ افتح بقى معايا الكتاب من فضلك
اولا انا النونس بتاعتي تبدا من الخط بالطريقه دي صلي وبعدين الارقام من فوق رقم 5 فوق اهي
صفحة 25 الحتة اللي أنا عملتها بتاعت الأسس والليبلز شايفها؟ ألو؟ معايا؟ وبعدين كاتب لك برضو عشان لو مش عارف ديفايد مالتبلاي سبتراكت آد صفحة 28 اكسرسايز 3 هوم وورك كده كام هوم وورك؟ نعم؟ أولا صفحة كام؟ 5 أدي واحد صفحة؟ أدي اثنين وبعدين صفحة؟ أدي ثلاثة صفحة؟ أدي أربعة يبقى كام هوم وورك؟ النهاردة إيه؟ جمعة سبت حد اثنين ثلاثة يبقى روح على صفحة 46 يلا صفحة 46 صفحة 46 تحت كاتب لك instruction 2 شفتها؟ دي ورشة صيانة ومدي لك ترانزاكشن بدءا من ماي 3 شايفها؟ شايفها؟ اعمل لي جورنال انتري زي ده دلوقتي ايوه سكيورتي البوابه او حدش يطلع من الاكونت يبقى هو اللي يلا يلا لوفلي اكونتنج جورنال وشارتس زي اللي عندك جورنال وشارتس خلي بالك انت عارف كام واحده هما؟ اقرا سيفنس كريديت كاش 52-1 توتال كاش ريسيتس فور كاش سيلز اوف ريبير سيرفيس فور ذا بيريود مي 1/4/120 ديبت كاش كريديت سيلز 1/4/1 سيلز ريبير سيرفيس اون اكونت تو دي هيلا 45 سيلز تيكت رقم الفاتوره ديبت اكونت ريسيبل دي هيلا كريديت سيلز 3/4/1 ايوه 3/4/5/6/7 تايمز بيل كاش 64 سبلايز اتعامل مع السبلايز على انها اكسبنس هيبقى ديبت سبلايز اكسبنس كريديت كاش 53/1 نعم مش اكونت بيه ولا دي سبلايز انا اشتريت سبلايز مستلزمات بقول لكم يا جماعه لما دايما نقول بيت كاش تبقى الكاش ديبت ولا كريدت؟ وريسيف دي كاش لما اقول بيت كاش تبقى الكاش كريدت ريسيف دي كاش تبقى الكاش ديبت كوليكتد كاش تبقى الكاش كمل لي دوت في البيت ده بتاع مين ده؟ اكسكيوز مي يا بسات وصديقتها يا مستر اي هوب ذات يو انجويد ذا ليكتشر ان شاء الله غالبا عشان تبقى عامل حسابك الجمعه اللي جايه ال 100 كورس اكزام اذا كنت انت ناوي تعتذر امتحن الخميس ماشي يعني اذا كنت انت طالع القاهره رحله ولا يمكن تتعب ولا يمكن ما ذاكرتش انا اسف يعني نو واي انا كمل ناخد محاضره بس اسبوع نبدا الاسبوع اي سؤال هيبقى الامتحان فيه ثلاث حاجات انكم ستمنت بالانس شيت جورنال وليجر اللي عنده بقى مشاكل امتحانات وكده يجيني لان في ناس طلبه والباقي جود نايت